باش نوقعوا انجاز الفكره اللي باش تبدا بعد ايامات في زوز مدارس ابتدائيه، مدرسه نهج روسيا بتونس ومدرسه طارق ابن زياد بالقيروان. دونك احنا اخترنا زوز مدارس ابتدائيه اللي ذكرتها باش نقوموا بالتيست بيبرز، هذا نسميوه بالانجليزية دو بروف اوف كونسيبت. هذا الكونسيبت هذايا نقول لو تيستي في اطار روسي مع تلاميذ توانسه في مدارس ابتدائيه تابعه لوزاره التربيه باش نشوفوا شنو هي النتائج وشنو هي بتاتر من العقائص اللي المنظومه هذه المعلوماتيه التكنولوجيه قبل ما ان شاء الله نعملوا البرنامج هذا على مدارس ابتدائية أخرى ولماذا معاهد ثانوية مستقبلا. دونك هذا كيفاش بدينا، كيفاش جات الفكرة، كيفاش بدينا نخدموا فيها، وإن شاء الله بالاتفاق اللي باش نوقعوا بعد حين نبداو في الإنجاز. شنو هي الفوائد من الفكرة هذه؟ عدة فوائد. أولا هو شيء بديهي، نسوق أجوردي دون لو موند نيميريك. ما نجموش احنا في مدارسنا ولا في معاهدنا نقريو باقي بالصبورة وبالتباشير. كانوا ما صار حتى شيء منذ 50 سنة، كما أنا قريت وكما زملائي يقراو وقت المعلم عنده تباشير وعنده صبورة. اليوم الصبورة ولات التابلو انتراكتيف. سكون أبل ذا سمارت بورد. ما نعرفش شفتوه ولا عندك صبورة تقول لك فيها الانترنت. وعندك ان ستيلو سبيسيال كيف تكتب نجم انت اون بو سوفغاردي الشيء اللي تكتبه. يولي افيشي الكترونيك اللي تنجم توصل اون بو ريكوفيري بار لا سويت نجم نبعثو لامبليمونت نجم نعملو ديمونستراسيون الانترنت نجم التابلو انتراكتيف على شبكه الانترنت فما خبايا كولابوراتيف اللي نجم يصير نجم نربط انا القسم هذاك مع قسم اخرى المدرسه الابتدائيه هذيك مع مدارس اخرى في تونس وخارج تونس دونك هذه من بعض الفوائد علاوه على ضعف او دعم الثقافه الرقميه لدى تلاميذ المدارس الابتدائيه. المدخل الاول الوطني في مستوى الاتصالات اتصالات تونس ثم شركه إيريكسون العالميه اللي هي طبعا راعي هذا المشروع والتي امنت به وتنفذه لاول مره في سابقه تاريخيا في مدارس ابتدائية لأن حول العالم لم ينفذ إلا في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وبذلك نحن سوف نخلق تقليدا جديدا في التعاون الدولي في هذا المجال وفي التعاون التكنولوجي وأملنا طبعا أن هذا المشروع التجريب النموذجي ينجح حتى نعممه على كل المدارس الابتدائية ثم على المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وسنعطي الاولويه ما كذلك شك الى ما نسميه بالمدارس ذات الاولويه في التدخل التربوي وهي المدارس الريفيه عموما. لكن في البدايه نظرا لاعتبارات تخص المدرستين المعنيتين من حيث جاهزيتهما ومن حيث رغبتهما ومن حيث يعني سوابق ايجابيه لكل منهما تم الاختيار عليهما لتكون ان شاء الله التجربه الناجحه. سنعمل كل ما في وسعنا في وزاره التربيه لكي ننجح هذا المشروع ولكي نعممه شيئا فشيئا على بقيه المدارس. اجد كثيرا من الحماسه والتفاعل الايجابي من قبل كل من اتصالات تونس ممثله برئيسها ومديرها العام وإيريكسون ايضا عالميا ممثله ايضا برئيسها ومديرها العام هناك في تونس. اعتقد ان هذا البرنامج سيكون له شان في الغد القريب ونرجو له كل النجاح باش نمكنوا ليزيتابليسمون ايديوكاتيف الكل باش يبداوا في اتصال بالانترنت بين المعلمين ومع الاداره المركزيه بطبيعه الحال. والمشروع هذا مشروع فريمون معناها مشروع خارق العاده في المشروع هذا. طبعا حبيت نقول زاد كلمه للسيد الوزير وزيري سي توفيق يلي حتى الكتاب الالكترونيك عندنا مشروع ثابت مش نبداو بصفه محتشمه محالة مش نعمل ليترات وان شاء الله باذن الله نبداو نخصوا المشروع هذايا
معناها الاماكن اللي احتملت نحكي مع السيد الوزير سي فتحي الاماكن اللي احتملت بعيده شويه واللي احتملت الكونيكسيون والمشروع هذايا مع اريكسون ما يجمش يشكلهم تتم تدويهم باش هذا المشروع تبدا تبدا التبليد يبدا يخصهم. ما زلنا ما كملناش بالطبيعه الحال هما بلايص معادي اصعب شويه